زلفة ورمزي زوجين سعيدين، بقيوا هيك لحد ما اكتشفت زلفة إن حبلي. من بعد كل الفحوصات انت حبلي. رمزي جن جنونه لأنه هو أنا ما بجيب ولاد، وبيه ما كان يجيب ولاد، وجده ما كان يجيب ولاد. فكلفوا الدكتور يحقق ويكتشف من مين حبلة زلفة. ترررم. ويوم بعد يوم، أسبوع ورا أسبوع، صار الدكتور يروح ويجي يروح ويجي لحد ما نجح أخيرا وعرف من مين حبلة زلفة، وعطي النتيجة لرمزي وفل. شو زلفة رمزي. وهيك مات رمزي. ولا هو عرف ولا نحن عرفنا من مين حبلة زلفة، وبقي السر بس مع زلفة.